انا الياس حفيظي مواطن مدينه اكادير، كنتواجد اليوم قدام محكمه الاستئناف انا واصدقاء ديالي وجيراننا والناس من العائله ديالنا والضحايا وعائلات الضحايا الاخرين ديال هذا السيد اللي نصب علينا. حنا اليوم اخويا كنطلب من خوتي المسلمين والناس المواطنين ديال اكادير وقفوا معنا في هذه القضيه. هذا السيد راه كيخافوا منه شحال من واحد ويفد. انا دالي واحد الارض ديالي فيها 112 متر، انا يا فغرود بن سرقه حدا مدينه ديال انا اخويا الكبير اللي عنده 55 سنه دالينا هاد الارض ما عطانا فيها زيرو درهم، باه لينا بطريق قانونيه كما قلت لك. هو كيدخلك كيقول لك انا محاكم دولي، كيجبد لك لي ديبلوم ديالو، مزورين لي ديبلوم كاملين، ما كاين حتى شي ديبلوم. وهادشي نورمالمون الا كانت شي اونكيت، الا كان شي تحقيق راه غادي يجبدوها السلطات، اللي غادي يعرفوا بان هذاك ما عنده حتى شي حاجه في راسه غير الهضره، وكيهضر في سميت الاسلام. هذا الشيء هو اللي خطر بزاف، كيهضر لك من الصباح حتى العشاء بسميت الاسلام باش دير انت فيه الثقه وكتقول في راسك دير صيفطوا لي سيدي ربي سبحان الله تاع راه يعاونني ما تعرف. هذا الشيء اللي كنقولوا اللي كنت كنقول في راسي. المهم السيد كيقول لك في الاول اجي غادي نعاونك انا في المحكمه، انا كنت ديك الساعات مزير شي شويه ما عنديش فلوس، كيقول لك اودي غادي نتعاون معك في الاتعاب ديال لافوكا لي فري دوسي لي ديبلاسمون باش تفك المشكل ديالك. هو شنو هو الهدف ديالو؟ كياكل لك دماغك، كدير معاه الوراق، كيحاول يدير له ماكسيموم، يزيد لك في المشاكل، يزيد لك في المشاكل حتى كتعيق عليه. اون فوا كتعيق عليه كتقول له سي راه هادشي راه ماشي معقول، كيقول لك ماشي معقول، موعدنا قدام المحكمه وهادشي اللي طرا ليا معاني. كنا صحاب خوت لا غد ليل فاش بان ليه بان ان ما غاديش باقي نسني معاه شي ورقه شي وثيقه ولا نعطيه شي فلوس ولا اي حاجه، هبطني من الطونوبيل. الارض ديال المرحوم خلاها لينا. لا هو كان بغى يفك ليا واحد النزاع، انا كنت مع واحد الشريك ويدخل بيني وداك الشريك باش يفك لينا داك النزاع. صدق هو صدق داك الشريك اللي كان عندي مشكل معاه ولا الصديق ديالي ضد هذا النصاب، حيت عارفني واش هذاك كان غادي يصيفطني للحبس. هادشي اللي كاين سيدي، وانا راه ماشي ضحيه بوحدي، والمهم راه خصنا الناس يوقفوا معنا، الرجال ديال هاد البلاد الله يرحم ليكم الوالدين وقفوا معنا، وقفوا معنا راه هذا راه نصاب مجرم راه غيدير معاه شي مصيبه شي نهار شي واحد. الله يعطيكم الخير، هادشي اللي بغيت نقول لكم نوصل لكم اليوم.